السلام عليكم، مرحبا بكم في قناه ديدو سامدي. انا ان شاء الله نقدم واحد الموضوع ديال كيفيه الاستفاده من تربيه الارانب ومضاعفه الربح من هذا الدومين، هذا يعني التربيه ديال الارانب. سبق لي درت واحد الفيديو من قبل عن طريقه ديال التسويق، يعني ممكن انكم تاخذوا هذا التربيه ديال الارانب بواحد المنظور اخر، وهو انكم ديروا تجاره. الحيله اللي كنت قلت يعني اللي ممكن انكم تستخدموها وممكن انكم يكون عندكم واحد الدخل قار، اما دخل شهري او اسبوعي، لما لا، يعني هي التجاره. يعني يكون عندكم واحد الاقفاص، تكونوا كتعرفوا كيفاش تقلبوا الارانب، كيفاش يعني كتشريو، ما تشريوش ارانب مراض. وانكم السر ديال انكم تعيشوا الارانب بواحد يعني طريقه رخيصه، وهو الخبز الجاف. ممكن انكم تشريوه، ممكن انكم تدبروا فيه، يعني يكون عندكم مجموع. القضيه ديال الاقفاص، يكون عندكم اقفاص، تكونوا كتعرفوا كتشريوا، وديروا الحلبه. الحلبه انها هي اللي كتسمن الارانب. كاين بعض لي كومونتير وافقوني في هذا الراي، وكاين اللي قالوا باللي كاين بعض المدن ما عندهمش يعني البيع ديال الارانب بالكيلو، يعني بالميزان، لا عندهم غير اسواق. يعني هاد الناس بغيت نجاوبهم ان ممكن انكم ديروا هاد الحيله، غير خاص ما يشريوش الارانب البلديه. علاش؟ لان الارانب البلديه واخا كتسمن، يعني ما كيبانش الحجم ديالها، يعني ما كتبانش. يعني غادي تدوروا في الاسواق، غادي تشريو واحد الارانب وتعاودوا يعني غير التسمين، وغادي تعاودوا فيها البيع. ولكن الحيله اللي قلت لكم انايا انكم ديروها، وهي انكم تسمنوا، يعني تشريو ارانب في واحد العمر ديال 3 شهور مثلا، يكون عندهم 3 شهور، وتسمنوهم يعني واحد 15 يوم حتى 20 يوم حتى شهر كاع، يعني وديك الخبز الجاف والحلبه ماشي، ما غاديش يطيحوكم غاليين. ما عليكم الا انكم تراقبوا العمليه ديال التنظيف ديالهم. اما الناس اللي قال لك باللي ما عندهمش البيع في البلاد ديالهم بالكيلو، انا كنصحهم ان هذه الطريقه هذه راه كتنفع، لان الارنب في الرومي ماشي البلدي، الرومي في غضون الشهر راه كيبان، كيتبدل. يعني لقيتو كتعطيو غير الخبز والحلبه، راه كيتبدل في الحجم ديالو. يعني ممكن ان هذه الطريقه حتى هي تخدم. يعني الناس اللي قال لك باللي ما كيتباعش عندهم اللحم الارانب بالكيلو، والناس اللي كيتباع عندهم لحم الارانب بالكيلو، راه هذه فكره عظيمه. يعني الا جربتوها ان شاء الله غادي يعني تنفعكم بزاف. ممكن انكم يعني تاخذوا هذا تربيه الارانب ك ماشي غير هوايه، وانما تاخذوها كتجاره. لما لا؟ يعني تكون عندكم واحد وسيله تنقل، انكم غادي تمشيو تجيبوا، واخا تكون عندكم مثلا غير دراجه ناريه ولا دراجه هوائيه، ديروا واحد الصناديق اللور وتقعدوا تجمعوا من عند الباعه اللي كيبيعوا في السوق، غير انكم تجمعوا الارانب اللي يكونوا خاليه من الامراض، يعني باش ما تعادش لكم مع ارانب اخرين انتم عندكم. وفي نفس الوقت غادي يعني تقدروا تكسبوا منهم شي ارانب، يعني مثلا السلالات، ولا كان شي حاجه ماشي سلاله، يعني ماشي شي حاجه مجهده، ممكن انكم تحتفظوا غير على البابيون شانشيلا، هادو مهمين. اما الارانب الاخرى ممكن انكم يعني غير تسمنوها وتعاودوا فيها البيع لمده 20 يوم مثلا، راه الارنب كيبان فيها. الا كانت 3 شهور عنده وخليته مثلا حتى 4 شهور، راه كيولي تبارك الله باين، يعني ما غاديش تخسروا عليه بزاف ديال الفلوس. يعني خبز جاف والحلبه هادو راه ماشي غش، هو ماشي غش، وانما حيله، يعني انكم تحاربوا الفقر، تحاربوا البطاله. يعني كاين الناس اللي ما عندهمش تجربه وباغي في الارانب، او ما مثلا بغاو الربح السريع، يعني ما يخليوش داكشي حتى يولاد وعاد
يعني زي يبقاو يربيو، ممكن انهم يديروا هذه الحيله انهم يشريوا الجاهز. لماذا لا ان نشريوا الجاهز ويخليوا عندهم واحد الشهر ويعاودوا فيه البيع، راه ان شاء الله غادي يجيب الله التيسير. وحتى منين تبغيو تشريوا من عند البائع ممكن انكم تسولوه على واش مداوين ولا ما مداوينش، ان كاين الفترات ديال 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 المود ديالهم، وهو شهر 6 وشهر 8. هادو كيكونوا من الاحسن ما تشريوش في هاد الشهور هادو، لان كيكون فيهم تسممات التسمم الدموي. يعني الا مشيت درتو لهم ديك الابره يعني حتى هي كتكون محسوبه، يعني واخا رخيصه في الثمن كدير مثلا شي 9 درهم لواحد سنتيم، وانما ممكن انكم حتى ديك 9 درهم حتى هي تقتصدوه، ويعني حاولوا انكم غير تشريو وتبيعوا، يعني ماشي الا بغيتوا تكسبوا عاد ديروا الادويه. اذا هذه هي الحلقه ديالنا ديال النهار، كنظن انني وصلت لكم الفكره. انا يعني المواضيع كاع اللي كنديرها كنحاول انني نهضر مع الناس البسطاء الفقراء باش يتجاوزوا المرحله ديال 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 الفقر وديال البطاله، ويعني ويكون عندهم واحد فكره بسيطه ويقدروا انهم يستثمروا ويكون عندهم واحد الربح ولو بسيط، باش يقدروا يقاوموا هاد الفتره المعيشه، لان في الحق كاين الناس اللي الله يحسن العون ما عندهمش، يحاولوا يديروا مثل هاد يعني المشاريع وان شاء الله يكون الخير. اذا الناس اللي مازال ما شاركوش معنا في القناه يشاركوا معنا، قناه غاديه بالدعم ديالكم. كنشكركم على التعاليق الطيبه ديالكم، تكيو على زر الجيم باش تساندونا، وتكيو على زر الجرس كي يصلكم الجديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقه المقبله.